هتتوقع النهاردة هيحدث موقف هيجعلك على اتصال بشخصيات هتكون مميزة جدا ليك النهاردة، وهتستفيد من الكلام معاهم بشكل كبير جدا. الأشخاص دي هيكونوا مميزين جدا بالنسبة ليك، وممكن حد فيهم بعد كلامك معاه يدعوك انك تزوره في مكان غريب جدا عليك انت ما رحتوش قبل كده. هتكون مستمتع جدا بانك هتروح للمكان ده. ولو كنت اعزب النهاردة هتلتقي مع شريك حياتك اليوم ده اللي انت كنت دايما بتنتظره من فترة طويلة جدا جدا، بس ما تنساش ان اللقاء ده هيكون حلو جدا وانت مش هتعرف تنساه. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة الأجواء هتبقى إيجابية جدا وهتسيطر على اليوم ده بشكل كبير جدا، خصوصا لو شريكك أقنعك بوجهة نظره اللي هتكون متعلقة بأنكم تأسسوا العلاقة ما بينكم مرة تانية بشكل وثيق أكتر وبشكل قوي أكتر. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة مطلوب منك اليوم ده انك تاخد حيطة كبيرة جدا وتحذر نفسك وتصغي لكل الاشخاص اللي حواليك، وهتحصل على عائدات كبيرة جدا ليك انت مش هتكون منتظرها، فخليك مستعد للعائدات الكبيرة الحلوة دي اللي هتغير من مستواك المهني. بالنسبة ليك صحيا هتخصص الوقت اليوم النهاردة علشان تعمل رياضة، وده هيوفر عليك كتير من المطبات الصحية اللي ممكن تكون بتتعرض ليها في يومك ده واللي هتكون بتأثر شوية عليك صحيا بس هتتخلص منها. بالنسبة لي توقعات العشرية الأولى مواليد 19 فبراير ل 28 فبراير، اليوم انت هتستفيد من التدفق الديناميكي اللي بيحصل في حياتك النهاردة بسبب القمر، علشان هتذهب للحوادث اللي بتكون مرتبطة في اليوم ده، هتستمتع أكتر وهيكون في جراءة أكتر وفي إجراء كبير جدا للاتصالات حواليك اليوم ده، وفي التقاء حلو بالناس اللي حواليك، هتجتاز كل المسارات اللي هتكون جديدة عليك وهتخليك لطيف أكتر ليها. بالنسبة لي توقعات العشرية التانية مواليد 1 مارس ل 10 مارس، القمر النهاردة بينشطك كتير وبيديك جرعة كبيرة جدا من الثقة هتكون فيك النهاردة، وهتكون مثالية جدا لو حبيت انك تاخد زمام المبادرة النهاردة وتضاعف كل جهات الاتصال عندك وتطلق مشروع حلو جدا وتعبر فيه عن ابداعاتك وانك تحصل على رضا كبير جدا ليك النهاردة.